بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأحسن النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق في قول الله سبحانه: أعوذ بالله الشيطان الرجيم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقلنا إن هذه الآية جاءت تعقيبا على قول الحق: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وأنباء الغيب عرفنا أن الغيب له ثلاثة حواجز: الحاجز الأول حاجز الزمان، فالزمان الذي مضى ولم تشهده يكون غيبا عنك، والزمان المستقبل الذي لم يأتي يكون حاجز لما يحدث فيه عنك، والحاضر حاجزه المكان. إذن فحواجز الغيب بالنسبة للنفس البشرية إما زمن ماضي، وإما زمن مستقبل، وإما مكان حاضر. فإذا أخبر الحق سبحانه رسوله بأمر كان في الزمن الماضي، إذن فرسول الله لم يشهده مباشرة، ولم يشهده سماعا من معلم جلس إليه، ولم يشهده قراءة في كتاب قرأه، وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهم بشهادتهم يعلمون حركة رسول الله قبل أن يبعث إقامة وترحالا والتقاء بأحد، فلو أنهم علموا أنه قرأ لكانت لهم حجة، ولو علموا أنه تتلمذ على أحد لكانت لهم حجة. حتى الأمر الذي غاب عنهم من طفنتهم فيه قالوا إنما يعلمه بشر، فرد الله عليهم وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أبطل هذه الحجة. إذن فأنباء الغيب حين يقصها الله على رسوله، وقلنا إن ذلك في كل ما كنت في القرآن أو ما كنا في القرآن، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت ساويا في أهل مدين، وما كنت تتلو من قبل، كل ما كنت في القرآن فكأن مصدر علمك به من الحق سبحانه، لأنك لم تجلس إلى معلم لم تشهد أولا، ولم تجلس إلى معلم لتسمع، ولم تقرأ كتابا لتقرأ. كل هذا. فإذا كان هذا بعد أن طلبوا منه القصة اللي هي قصة يوسف اللي جاء التسجيل بعدها، هذا التسجيل جاء بعد القصة الذي طلبها كفار قريش بتأسيس من اليهود، قالوا لهم اسألوا عن قصة ايه؟ عن قصة يوسف. فجاء بالقصة كاملة مستوفية، وجاء بها في مكان واحد وفي صورة واحدة، لا في لقطات متعددة منثورة، لأنهم لم يسألوه عن جزئية، وإنما سألوه عن القصة كلها بتمامها. فكان مقتضى هذا أنهم حين سألوه قدروا أنه يعجز، فحين لم يعجز كان يجب أن يلتفتوا إلى أن الله الذي أرسله هو الذي علمه وهو الذي أنبأه، فكان يجب أن يؤمنوا. لكنهم لم يؤمنوا، فعز الله رسوله قال: لا تيأس، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا، انت عليك البلاغ بس. إنما عزاه وقال: قضية كونية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليه؟ لأن العناد هو الذي وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان، والمعاند لا تستطيع أن تواجهه بحجة ولا بمنطق ما دام إيه؟ ما دام معاندا. وما أكثر الناس، إذن فضمن الله أن يكون في الناس مؤمنين أيضا، يبقى أكثر الناس مؤمنين، ويمكن برضو المقابل أكثر أو أقل الناس يبقوا مؤمنين. لماذا؟ لتبقى خميرة الخير في الأمة ولو بقلة، حتى إذا ما عض الذين لا يؤمنون بالمنهج السماوي مظالم الدنيا عضتهم يلتفتون إلى منهج السماء. يبقى لازم الخير موجود ضروري، نواه
بحيث يوجد ظل يفيء إليه الناس إن كربهم الباطل. وما أكثر الناس ولو حرصت. الحرص معناه الاستمساك، والاستمساك يتطلب جهدا، وهذا الجهد حرص منك على الشيء. يبقى وما أكثر الناس ولو حرصت، وأكد الحق سبحانه وتعالى في كتابه حرص رسول الله على إيمان أمته. ولذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه، نفسه تؤمنوا. والحق سبحانه وتعالى يقول له انك انت مش هتهدي اللي انت تحرص، ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. انت صحيح لما عليك البلاغ ما تزعل. ويجي برضو في الحرص برضو في آية رابعة في القرآن بس خاصة باليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يتمسكون بها، لأن إيمانهم بالآخرة مترجرج مزلزل، فما لهمش إلا مين؟ إلا الدنيا اللي هم مش يهدينها. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأمر الذي يمنع المؤمن أن يؤمن بعد هذه البينات الواضحات والغيب الذي لم يشهده رسول الله ولم يقرأه في كتاب ولم يسمعه من معلم، كان مقتضاه أنهم يؤمنوا. فما الذي منعهم أن يؤمنوا؟ أأنت تطلب منهم أجرا فقد شق عليهم الأجر؟ قالوا لا مش عايزين. أنت ما تسألهمش أجر. كلمة وما تسألهم من أجر الواردة على كل رسول إلا إبراهيم وإلا موسى تدل على أنهم لو فطنوا إلى الأمر لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء السبيل، لأن الأجر يعطى لمن يقدم لك إيه؟ لمن يقدم لك منفعة. فبقول ده كان الواجب إنهم هم يعدوا نفسهم على إنهم يعطوا أجر لمن يهديهم سواء السبيل، لأن الإنسان حريص أن يدفع الأجر على من يعينه بمنفعة. والمنفعة التي تضمن لك راحة الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة كان يجب أن يكون الأجر عليها مناسبا لهذا. فإذا أنت كمان ما بتسألهمش أجر، فكأن ما تؤديه كان يتطلب بالفطرة أجرا، لأن الأجر إنما يدفع لتقديم منفعة، والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوي ينتهي، وإما أن تكون ممتدة إلى زمن لا ينتهي. فمقتضى الأمر أنك تقدم نفعا باقيا نفعا خالدا، فكان من الواجب ان تطلب عليه اجرا لا كاجر اللي بيدمن لك عمل في الدنيا، ولكن اجر يتناسب مع طول العطاء. ومع ذلك لم تطلب منهم ايه؟ لم تطلب منهم اجرا. فيبقى ايه المساله؟ حجه موجوده، برهان موجوده، ما بنطلبش اجر. يبقى بقى المانع، المانع هو انهيار السيادات تحت اقدامهم، لانهم يريدون ان يكونوا ساده وان يكون الضعفاء عبيدا، يريدون أن يكونوا مسيطرين بجبروتهم على الخلق، والدين سيسوي بين الناس ويجعلهم سواسية، إذ هم يكرهون هذه المسألة. وما تسألهم عليه من أجر، في ناس يقول إن أجري هو في الواقع عايز أجر، بس بيعلي الأجر، بدل ما ياخد الأجر من المحدود القدرة على الثمن أو على الأجرة، ياخدها من مين؟ من الله الذي لا تحد قدرته في إعطاء الأجر. فكأن العمل اللي بيعمله ما يمكنش يجزي في الأجر عليه إلا أن يكون عطاء من مين؟ عطاء. ليه؟ لأن العمل الذي يؤديه بمنهج الله من الله، فالأجر الذي يكون عليه يبقى من مين؟ يبقى من الله مش من البشر. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. تذكير، تذكير للغافل، معونة للعاقل. ويبقى دي من ضمن الرحمة، وإلا فكان الأصول إن إحنا نسيب الناس كده يشوفوا الكون ده المنظم المهندس الهندسة البديعة دي اللي فيه كل مقومات الحياة اللي فيه العجائب الكونية اللي فيه إيه، يخليهم يلتفتوا للي خلق. ومع ذلك ذكرناهم. كلمة ذكر يدل على أن الفطرة والذرية في الإنسان كان يجب أن تظل هكذا وواعية، لكن غفلة الأحداث ربنا قدرها وبعد ذلك جعل لهم ايه؟ جعل لهم ذكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا سمعت وكأي
افهم ان معناها كثير كثير كثير، حاجة كتيرة قوي فوق الحصر. مش هقولها هي ايه لانها فوق الايه. كم مرة اكرمته؟ يبقى مش عايز اعدد الاكرام ده الاولانية ولا الثانية ولا الثالثة، لانها امرار ايه، امرار فوق الحصر. كأي زي كم تمام، وكأي من نبي قاتل معه ربيون ايه كثير. يبقى ساعة ما تسمع كأي، كأن المسؤول المتحدث عنه امر يفوق الحصر، فلا يعدد وانما يكتفى به. يقول له انني ايه اللي دي كتير قوي 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 وفوق الحصر، مش هعددها لان تعدادها يخطر، لان معنى العد مظنة الحصر، العد مظنة ايه الحصر. فالشيء الذي لا تظن انه يحصر تنصرف عن عده. ايعد احد حبات رمال الصحراء؟ ما يعدهاش، انما يعد الفلوس اللي باقي عنده لان دي مظنة انها تحصر كذا وكذا. اذا فالانصراف عن العد معناه ان الامر الذي تريد ان تتوجه بعده فوق الحصر، فلا تتوجه ولا تتعب ايه، ما تتعبش. هل واحد قاعد يعد النجوم ويحصيه؟ ده رغم المراصد ورغم المش عارف الايه وايه، ما يمكنش. ولذلك حق سبحانه وتعالى ينبهنا الى هذه القضية في اسباغ نعمه على خلقه. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال ان تعدوا مش اذا تعدون، لان اذا للامر اللي يتحقق، انما ان للامر المشكوك فيه. ان تعدوا اذا، يبقى معناها ان هذا امر مشكوك فيه ان تقبلوا على العد. وليه مشكوك فيه ان تقبلوا على العد؟ لانها مسألة فوق الحصر وما يمكنش يتوهم اننا نحصرها، فنعدها ليه بقى؟ ولذلك شوف الدقة بقى في وان وتعدوا. والمعدود دائما ان يكون مكررا، نعد حاجة مكررة. لكن اللي بعدها وان تعدوا مش نعم الله، لا، وان تعدوا ايه، نعمة الله. الله نعمة واحدة. طب والنعمة واحدة نعدها؟ ده هو قال عليها واحدة، أم قال لك لا، لأن كل نعمة واحدة تستقبلها من الخلق لو استقصيتها لوجدت فيها نعما لا تحصر ولا تعد. يبقى آيات كثيرة في الكون، كأي من آية. احنا قلنا الآية هي الأمر العجيب، الأمر الملفت للنظر، الأمر اللي ما يعديش كده، لا، دي آية. يقول لك ده فلان آية في الحسن، فلان آية في الخلق، فلان آية في الايه، في العلم. يبقى ما لا يقال هذا إلا لأمر الايه، أمر عجيب خرج عن المعتاد والمألوف. طيب وكم من الآيات قلنا زمان إنها بتنقسم ثلاث أقسام، إما أن تكون آيات كونية يعني وموجودة في الكون عجائب، هذه الآيات الكونية هي حجة المتأمل في أن يؤمن بالإله الذي أوجدها. ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. الله، دي كلها إيه؟ آيات ملفتة، عجائب يجب أن تلفتك إلى أن من خلقها لا بد أن تكون له منتهى القدرة ومنتهى الحكمة ومنتهى الإيه؟ ومنتهى دي الآيات الكونية اللي بتلفتنا الى صدق توحيد الله والعقيدة فيه. وفي ايات تانية برضو امور عجيبة، بس تأتي لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله، لان الرسول جاي بشر وقول لهم انا رسول من عند الله، نقول له طب امارة ايه؟ مش بنقول للواحد اي واحد انا جاي من عند فلان، تقول له امارة ايه؟ لازم الامارة لكم من عند مين؟ من عند اللي بعثه، ولا يعرف اش حد الله هو. والا لو كانت الاماره معروفه ما تنفعش اماره، يعني يبقى لازم الاماره تكون ايه؟ اهدي المعجزه، المعجزه جايه على يد الرسول ليثبت صدق بلاغه عن الله، تبقى دي اسمها ايه؟ المعجزات. وما منعنا ان نرسل بالايات اي المعجزات التي طلبوها الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقه مبصره الى اخره. والايات هي الفواصل التي تشمل جملا من القرآن تحمل أحكاما فيها منهج الله. يبقى الآيات ثلاثة، يا آيات كونية تلفت إلى الحق، يا آيات تثبت صدق الرسول، يا آيات في منهج الإيه إلا. أي الآيات يعرضون عنها؟ يعرضوا عن الأول فلا يؤمنون، ويعرضون عن الآيات بالمعنى الثاني فلا يصدقون الرسول،
ويعرضون عن الآيات الثالثة فلا يؤدون الأحكام المطلوبة منها. وكأي من آية، يعني كثير من الآيات نثرها الله في كونه لتلفت إليها عقيدة أو لتثبت صدق رسول أو لتبين عنه أحكام. هم بيعرضوا عندي وعندي وعندي. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ده فيما يتعلق بالحكم المنهجي الذي إن فعله الإنسان أثيب وإن لم يفعله عوقب. وقال لك برضو في آيات تانية موجودة في الكون لو أنت لم تعرض عنها ودققت النظر فيها لأخذت العبرة الأولى كونية تثبت الوجود، وأخذت عطاء من عطاء الله سر تربيه وتنميه. احنا قلنا ان كل الاكتشافات الحديثة كانت نتيجة ملاحظة ظاهرة في الكون، الظاهرة في الكون اللي هي الآية في الكون. الرجل الذي جلس ليطهو في قدر ثم رأى غطاء القدر يعلو، غطاء القدر بيعلو، ام فكر في هودة ليه ما اعرضش عنه زي كل الناس، وإلا فهل لم يوجد واحد يشوف قدر عماله ابدا؟ كتير ناس شافوه بس ده ما اعرضش وقعد ينظر فيها ويلاحظ طب ودي ليه بتلغطى بيه كده. فبص لقى البخار عمال بيدفع، قال الله اذا ففي الماء طاقة اذا سخن يصعد منه بخار، واذا صعد منه بخار طب بيعمل الغطى ليه؟ أم قال لك لان الحيز بقى ضيق عليه فكأن المية بالبخار بتتمدد تعوز مكان واسع قوي، وما دام بتتمدد بالبخار هتطرد الله. طب ما احنا نقدر نستعمل دي نقوم بها الماكينات والاطارات والبتاع فاستعمل البخار. يبقى من ملاحظة ايه؟ من ملاحظة واحدة ما مر عليها باعراض فافادتنا وافادته، وهي عصر البخار كله مبني على ملاحظة ايه؟ ملاحظة بسيطة. اللي بيجيه وقع في الحمام فطلعت مية، لما وقع كده في الحمام طلع مية، قال طب طلعت المية دي ليه؟ قال لك لان الحمام ما يسعنيش ويسع المية اللي فيه، لو ما كانش مملوء والتزود المية، انما هو مملوء يبقى لازم تطلع مية بقدر حجمه. قال الله تبقى الاجسام الطافية والقانون، وعمل ارشميدس القاعدة بتاعته اللي عليها البواخر والغواصات والبوارج بملاحظة ايه؟ بملاحظة بسيطة. يبقى اذا كل انسان يريد دينا او يريد الدنيا وان انفصلناها يعني عن الدين برضو لازم ما يمرش عن ايات الله باعراض، بل يمر عليها بايه؟ بتدقق ونظر، ان استفاد عقيدة ايمان بالله، ان استفاد تصديق رسول، ان استفاد معرفة احكام، ان استفاد مصالح دنيا. وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى كأن ربنا بيقول اوعى تشوفوا آية من آيات الله في كونه وتعرضوا عنها، لازم تدققوا فيها وتثبتوا، يا تؤمنوا بعقائد، يا تصدقوا رسول، يا تاخذوا احكام، يا تاخذوا امور ايه؟ امور دنيا. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الله، ايه المراحل؟ الناس موجودين، اكثرهم مش هيبقوا مؤمنين، والاقل ما هو مره يجي الاكثر ويبقى ايه مقابله كثير او قليل، ومره يجي اكثر ده كتير وده ايه وده كتير على الارض، وكثير من الناس وكثير حتى عليه العذاب. يبقى الكثير مش بيقابله القليل، مره يقابله قليل ومره يقابله الايه كثير برضه، ده كتير وده ايه وده كتير. المؤمنين بقى أم قال لك والمؤمنين بقى فيه ناس مش هيؤمنوا اللي هو الأكثر وناس يؤمنوا. المؤمنين برضو فيهم غربلة، فيه مناخل، هل مؤمن حق الإيمان يقيني ولا مؤمن برضو بإيمانه كده بيتذبذب؟ قال لك إزاي؟ أم قال لك امسك كده الكفار قريش ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه الله، إيمان بالله لأنه موجود، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض برضو حيقول الله، إذا ففيه إيمان بإيه؟ بالله. لكنهم قالوا الملائكة بنات الله، الأصنام شفعاءنا عند الله، يبقى حطوا بيع الإيمان إيه؟ مع الإيمان شرك بالله. خلاص؟
اليهود، الثاني ده عزير ابن مين؟ ابن الله. الله، يبقى وما يؤمن. افرض ملاد دول ولا دول ولا دول ولا دول وناس من المؤمنين العاديين، أم قال لك يخصون قوما أقوياء بالخضوع لهم، لأنهم يعتقدون أن لهم تأثير في النفع وفي الضر، برضو لهم من الإيه؟ من الشرك. يتقرب إليه تقربا لا يسمى في عرف المودة مودة، ولكن ذل مودة، تقرب ذليل برضو. ليه بيتقرب له بذلة؟ ليه؟ لأنه برضو يعتقد أنه يمكن ينفعه ويمكن إيه يضره. نذبح لغير الله، الله، كل دي ألوان من الإيه؟ ولذلك لما تيجي تقول له يا شيخ اعتمد على الله، يقول له برضو عليك عشان تقدر الحكاية دي، ويعرف ان دي اشراك، يعرف ان دي ايه؟ اشراك. يقول لك انا هعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني والباقي على الله. طب والباقي على الله واللي مش باقي على مين؟ عليك. ايه الحكاية دي؟ برضو مسألة ايه؟ اشراك. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ ولذلك لما يجي واحد يقول لك ايه، تقول له الله لا يطلب منك قضاء حاجه، وبعدين تقول له ان شاء الله ربنا يقضيها لك، ويقول له برضه وانت برضه تساعدني، ما دام قال وانت دي دي تبقى ماشي. ولذلك ابشر ساعه ما يقول دي، قول له ابشرك انها لا تقضى. ولذلك في آية ثانيه توضحها، الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ يعني يخلط الإيمان، هو مؤمن صحيح ويصلي لله وكل حاجة، إنما برضو حاطط فيه إيه؟ شوية إيه؟ شوية ظلم، يعني يعتقد أن أحدا يملك له ضرا وأن يملك له نفعا، أو أن أحد يتقرب إليه ليشفع له عند ربه، كل دي يعني. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ممسوسون بشرك، إما ظاهر وإما بشرك إيه؟ شرك خفي. إلى متى سيظلون هكذا؟ اللي ما بيؤمنوش اللي هم الأكثر، واللي بيؤمنوا ويخلطوا إيمانهم بظلم. وإحنا قلنا إن الظلم أوله الشرك، إن الشرك لظلم إيه؟ لظلم عظيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ هل أمنوا أن تأتيهم غاشية العذاب في الدنيا، أو أمنوا أن يموتوا الآن وبعد ذلك تقوم قيامتهم؟ لأن من مات قامت قيامته، لأن الإنسان بيستبطئ القيامة، بيستبطئ عذاب القيامة. يقول لا، ما تستبطئوش، لأنك أنت لا تعرف متى تقوم قيامتك، قد تقوم قيامتك الآن، لان بمجرد ما تموت انتهى عملك، يبقى قيامتك قامت. يبقى وهذا امر لا تعرفه ميعادا. يبقى انت بتامل ايه؟ افامنوا ان تاتيهم، يعني الم يؤمنوا او اشركوا وهم يامنون على انفسهم مجيء الغاشيه، والغاشيه هي العقاب الذي يعم، فغشاها ما غش، عقاب يعمهم كده وايه ويغطيهم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، ده في الدنيا، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يبقى لا أمنوا ديا ولا أمنوا. فما الذي يبطئهم عن الإيمان بالله والإخلاص التوحيدي لله بدون إيه؟ بدون أن يمسه إيه؟ شرك. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة. تعطيهم بغتة، احنا زي ما قلنا الساعة، ساعة الواحد ما يموت امتنع عن الايه، ما خدش له عمل، يبقى قامت قيامته. اوعى تفتكر ان المدة اللي احنا بنعيشها على ما تقوم القيامة دي على الناس اللي ماتوا قبلنا انها طالت عليه. ليه؟ لان الزمن لا يطول الا على متتبع احداثه. خلي النائم يعرف نام قد ايه؟ اذا ما دام الوعي مفقود ما يعرفش الزمن. اللي يموت بقى الزمن بالنسبه له. ولذلك انهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحى. يبقى قريب ولا مش قريب؟ يبقى قريب. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله، او تاتيهم الساعه بغته من بدون جرس تنبيه كده وهم لا يشعرون. قل
بعد ما قال كل هذه المسائل قل يا محمد هذه سبيلي. سبيلي ايه؟ ايه السبيل دي؟ منهج، لان السبيل هو الطريق. وقول الحق هذه سبيلي تدل على ان كلمة السبيل مرة تأتي مذكرة ومرة تأتي مؤنسة. وان يروا سبيل الرشد يتخذوه ايه؟ وان يروا سبيل الغي سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه. يبقى هنا مذكرة وهنا ايه؟ وهنا مؤنث. قل هذه ايه اللي هذه اللي هي ايه؟ الدعوة التي جاء بها ايمانا بالله الواحد وحرصا على تنفيذ منهج هذا الاله الواحد، لان الله لا ينتفع بالمنهج الذي يطلبه منك. الله هو الله، قبل ان يخلق الخلق هو الله، ومع خلق الخلق ان امنوا هو الله، وان كفروا جميعا هو الله. يبقى اذن المسألة التكليفية بالمنهج عائدة الى من؟ عائدة اليكم انتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هناك يقول ايه؟ لو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من انسكم وجنكم اجتمعوا على على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو ان اولكم واخركم الى اخره اجتمعوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي. ولو ان اولكم واخركم واو الى اخره اجتمعوا في صعيد واحد. وسالني كل المساله فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كمغرز ابره اذا غمسه احدكم في بحر. وذلك اني جواد واجد ماجد، عطائي كلام كل وعذابي كلام. انما امري لشيء اذا اردت ان أفعل. مش علاج، مش باب، مش بشتغل، لا، بس كل خلاص كل الاشياء تأتمر الله. ولذلك ساعه ربنا ما يدينا اذا السماء انشقت يقول ايه وهي تنشق على طول. ليه؟ واذنت لربها. اذنت يعني ايه؟ بس سمعت منك انشقت بس فانشقت. يبقى مجرد ايه؟ مجرد السمع. واذنت لربها. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. ادعو الى الله اي بالطريق الموصل الى الله ايمانا به وتقبلا لمنهجه وطلبا لما عنده من جزاء الاخره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. احنا عندنا شيء اسمه بصر ودي للمحسات، بصيره للمعنويات. الشيء كده اللي تقول والله انا هجس في نفسي كده بنور الله، يعني كأن البصر الحسي ما يؤديش هذا المعنى، انما هو شيء. يبقى البصيرة هي يقين، هذا اليقين يصحبه نور، هذا النور يصحبه شيء يقنع النفس البشرية وان لم تكن الامور الظاهرة ملجئة الى الاقناع. ازاي؟ قال لك قال في اشياء كثيره جدا لو قستها بواقع الاشياء ما تؤديش. احنا ضربنا مثلا لام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. احنا قلنا طيب جربوا كده وقولوا لاي ام ان خفت على ابنك ارميه في البحر. طب بالله بمقاييس كده ممكن؟ انما البصيره قبلتها بدون تردد. البصيرة قبلتها بدون ايه؟ بدون تردد ولا تقنع. وارد الله الى خلقه لا معاندة له. ساعة ما يرد خاطر من الله ما يجيش حاجة تزحمه ابدا وياخذ الانسان، وان لم تكن المقدمات ايه؟ وان لم تكن المقدمات تعطي ايه؟ تعطي. تبقى دي الايه؟ البصيرة يقين ونور مبني عن برهان، مش زي ما يقولوا طاعة عمياء. انا اطيع فلان طاعة ايه؟ طاعة. يقول لك الايمان طاعة بصيرة. الايمان طاعة ايه؟ طاعة ايه؟ بصيرة. كل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة
كل هذه سبيل ادعو الى الله. يتقف عندي اللي تبقى جملة كده وبتقول ايه، وبعدين على بصيرة انا ومن اتبعني، آية الحمها كلها ويا ايه ويا بعضها، انا ومن اتبعني وسبحان الله. سبحان الله اي الله منزه تنزيها مطلقا في الذات فلا ذات تشبهه، وتنزيه مطلق في الصفات فلا صفات تشبهه، وتنزيه مطلق في الافعال فلا فعل. فذاته ليست كالذوات، الذات عندك محصوره في القالب المادي اللي منفوخه فيه الروح، ذات ربنا مش كده. كذلك الصفات لله، صفات سمع وبصر ومش ما تفهمهاش زيك. ليه؟ قال لك لانك انت ما دام امنت بوجوده ووجوده غير وجودك، لان وجودك وجود امكان ووجوده وجود واجب، ما دام الوجود دي غير الوجود دي، يبقى كل شيء يتعلق به غير الشيء الاخر. فلبقى لما له صفات سمع اوعى تقول زي سمع، له بصر اوعى تقول زي ايه زي بصر، له فعل اوعى تقول ده زي فعل. ولذلك احنا لما جينا ضربنا في الاسراء والمعراج قلنا ان الناس الذين كذبوا رسول الله قاسوا الامر على فاعلية رسول الله، ورسول الله ما لوش دعوه بالحكايه دي. رسول الله الذي فعل مين؟ الله. هو قال محمد سرى من مكة لبيت المقدس ولا سبحان الذي أسرى؟ يبقى اللي فعل مين؟ يبقى ما تقسوش على فعلك وعايز زمان وعايز مكة، لا 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 ماشي. يبقى كل شيء ذات وصفات وايه وافعال، كل شيء ينسب الى الله كن فيه سبحان الايه سبحان الله. وسبحان الله وما انا من المشركين. طبعا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، الله ما ارسلنا من قبلك الا رجالا، نقل الروايات بالرسل اللي سبقوه. لانهم قالوا وما منع الناس ان يؤمنوا ايه الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، الله ما كانوا عايزين ايه، كان عايزين رسول غير البشر. قال طيب يا السبقة دي حصلت لرسول قبل كده، بعثنا رسل غير رجال، لو ان السبقة دي موجودة كان من الممكن انهم يقولوا اشمعنا انت اللي جيت رسول وغيرك جه رسول مش من البشر، كل الرسل جالهم رجال. ولذلك رد الله لما قال وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا، فقال لهم ارتدوا الى عقولكم، ارتدوا الى الفهم السليم. طب لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، اذا لابد في الرسول ان يكون ايه من جنس المرسل اليه. ليه؟ لانه مبلغ منهج تحقيقا ومنفذ منهج تطبيقا. فلو انه ملك بينفذ المنهج يقول له اصلا ملك يا اخي واحنا هنبقى زيك، انت ملك لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يبقى لازم الاسوة تكون ايه تكون في البشر. انت احنا ضربنا مثل زمان وقلنا اذا رأيت اسدا يجول في الغابة ويفترس هذا ويفترس هذا، اتحاول ان تكون مثله؟ لا. طب رأيت فارس بيكر كده على الفرس بتاعه وبيضرب بسيفه الاعداء، تعمل زيه ولا لا؟ اذا الاسوة في الايه؟ الاسوة في الجنس، انما الاسوة ما تجيش في الجنس. فلو ان الرسول كان ملك هينفع يكون اسوة؟ ما ينفعش يكون ايه؟ يكون اسوة. لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ايه؟ ملكا رسولا. طيب. وايضا هب ان الله ارسله ملك، والملك خلق غيبي آمنا به لأن الله قال إنه موجود، إذن فليس محسن لنا. طب ربنا هيبعثه ملك ومش محسن لكم، يبقى لازم يصوروا بصورة مين؟ لازم يصوروا بشر، ولو جعلناه ملكا إيه؟ لجعلناه رجلا، وما دام هيجي رجل تبقى الشبهة هي ولا لا؟ أو أن الآية جاءت لتصد على الناس في حروب الردة المتنبئات، زي ما سجاح ادعت النبوة، فمن الاول كده وما ارسلنا من قبلك ايه
الا ايه رجالا. يبقى المراه ما تجيش ايه، ما تجيش رسول. ليه؟ قال لك يا اخي لان الرسول معناه انه ايه، ملتحم بمين؟ بالعالم، التحام بلاغ. والمرأة مطلوب منها الايه؟ كلمة. تبقى ما تنفعش. ثانيا ان الرسول لا يمكن ان يمر عليه وقت يسقط عنه حكم الله الذي حمله الى خلقه. لازم الرسول يبقى ايه؟ مستوفي الاداء التكليفي في اي وقت من اوقات الايه؟ من اوقات الزمن. يبقى ما تنفعش دي تيجي ايه؟ ما تنفعش دي. وما ارسلنا من قبلك، يعني كيف يطلبون هذا ولم تأتي سابقة في الرسل السابقين أن نرسل إليهم غير إيه؟ غير رجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أرسلناهم، بس مش قلنا لهم يبقى رسول كده وبعدين أمنك تقول لهم اللي أنت عايزه. لا، رسول محكوم بأننا نوحي إليه. يبقى مش اختيار مطلق، مش كارت بلانش. لا، نقول له لا، ده اختيار موقوف. يعني انت رسول عشان تتلقى منا ما تقوله للايه؟ للناس. يبقى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. واحنا قلنا ان الوحي الاعلام بطريق خفي، اعلام بطريق ايه؟ خفي. فكل اعلام بطريق خفي ولو بانطماره في الغريزة يبقى ايه؟ وحي. لما ربنا يقول واوحى ربك الى النحل، طمر في غريزته انه يعمل الامر. اذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وايه، واوحينا الى ام موسى. بس الوحي بقى حين اطلاقه لا ينصرف الا للبلاغ عن مين؟ عن الله. لكن لو ان اي واحد اوحى لاي واحد قال له كلام خفي كده بصوره خفيه، يبقى اوحى له ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم. يبقى الوحي الاطلاقي هو من مين؟ من الله. الى مين؟ الى رسول. فيخرج كل انواع الوحي اللغوية اللي ورد في الايه؟ في العجل. الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. يبقى رجال ومش عندهم كده بس مفوضين انهم يقولوا اللي هم يقولوا، لا، لازم يبلغوا المرء. فان فوض يبقى مفوض. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده مفوض، ولا فوضش احد من الانبياء والرسل في تشريع الا محمد بن عبد الله. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. اهل القرى دق الثالث اهو، رجال ونوحي اليهم، ويكونوا من مين؟ من اهل القرى. القرى هي اللي واخده كلمه المدينه دلوقتي. ليه؟ لانها ماخوذه من القرى. القرى انك انت لما تروح لواحد في مدينه تجد عنده الخير موجود، مش زي البدو. البدو يمكن الضرع جافف بتاع كم، ما عندوش اللي يذبحوله، يما ما عندوش مثلا سويق، لانه بياخد رزق يوم بايه. لكن اهل القريه اللي مستوطنين وقاعدين ولهم بيوت ولهم معايش ولهم مش عارف ايه، عندهم ايه؟ عندهم مقومات الحياه. يبقى دول باهلك ايه؟ كره. طب وايه ايضا؟ ام قال لك لان الاستيطان يصنع في النفس البشريه اشياء. اولا الف مكان بحيث لو انتقل الى غيره يبقى تعبان. استقراره في مكان يبقى له مثلا بيت او له مش عارف ايه وبتاع. وما دام مستقر وده مستقر وده مستقر، يبقى التعايش امر ضروري. اللي في البدو اللي تشوفه النهارده ما تشوفوش بكره، وانت رحاله كده مش ضروري يبقى بينك وبينه وجود. انما اللي انت مسافر وقاعد وياه ومعايشه ومصالحك عنده، ده جزار بتجيب منه اللحم، وده خياط بتخيط عنده، وده خضري، وده مش عارف، كل المصالح هتبقى فين؟ يبقى ده يعمل فيك ايه؟ ماذا يصنع فيك؟ يرقق حاشيتك في التعامل. يبقى عندك ايه؟ ركب. وعندك علم باشياء متعدده. اما البدو فما عندوش الا الرحل على الايه؟ على الجمل، ويطلع يطلب الايه؟ مساقط الميه والكلأ والبتاع. يبقى اذا اهل القرى فيهم ايه؟ علم، وفيهم ايه؟ رقه، وفيهم ادب تناول وتعامل. فما يجيبش الرسول من البدو يبقى ايه؟ معلوماته قصيره، عنده غلظه،
عنده جفاف مش مأنوس الحياة يعني معاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده ومعاشر دي، والرسول عايز يبقى يتكلم ويا ده ويتكلم ويا ده وكلام، يبقى من أهل القرى. يبقى إذا ما أرسلنا من قبلك إلا رجال، أي لا ملائكة ولا نساء، أدي واحد نوحي إليه مش مفوضين بل نوحي إليه من أهل القرى، ما جبناهمش قساة، ما جبناهمش على شيء من جهل بأمور الإيه؟ بأمور التعايش الاجتماعي، من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين من الذين من قبلهم، فينظروا عاقبة الذين من قبلهم. الله، وإن كانوا مش مؤمنين بآخرة يعودون إليها ولا يعلمون متى يعودون ومش مؤمنين به، فليأخذ الدنيا مقياس وينظروا في رقعة الأرض وشوفوا المكذبين بالرسل ماذا حدث لهم في الدنيا. يبقى ما بنتكلمش على الآخرة، مش مؤمنين بالآخرة يشوفوا الايه في الدنيا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، لو أنهم ساروا في الأرض ونظروا فيها نظرة اعتبار وشافوا مثلا أهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل قرى كده، يقول لك القرى دي ايه دي أخوان، نحتين من الجبال بيوت وعاملين نحل، فين هم؟ ما لهمش وجود، ما دام ما لهمش وجود يبقى أخذوا ولا ما أخذوش. ومثلا عاد وفرعون نزل الأوتاد، ما تشوفوا الناس دي راح فين؟ الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب. يبقى إن لم تكن تخف الآخرة فخف ما ينالك من إيه؟ من عذاب الإيه؟ من عذاب الدنيا. أفلم يسيروا في الأرض، احنا قلنا زمان السير اللي معروف كده نسير على الأرض، ولكن دي من لفتات الكونيات في القرآن. ما كناش نعرف زمان ان الارض حواليها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده هو اللي بيجين الاكسجين وبيدين النفس. اذا الغلاف الجوي من ضمن تمام مين؟ من ضمن تمام الارض. يبقى منها ولا مش منها؟ يبقى انت حين تسير على اليابسه دي وفوقك الجو، تبقى انت سرت على الارض ولا في الارض؟ لا فيها، لان فوقي ارض برضه، فوقي ملحقات بالايه؟ ودي من ضمن. واحنا قلنا السير في الارض اللي هي السياحة، واحنا قلنا ان السياحة دي مطلوب منها قسمين، سياحة اعتبار وسياحة استثمار. السياحة عشان تعتبر اهي دي، فينظروا كيف كان عن ايه. ولذلك لما يجي يقول سيروا في الارض فانظروا، يجيب الفيه، وآية تانية يقول سيروا في الارض ايه ثم انظروا. الله، ايه الفرق بين دي وبين دي؟ سيروا في الارض فانظروا اللي سير الاعتبار، لكن اللي سير في الارض ثم انظر اللي سير الاستثمار، هو يلهيك الاستثمار عن الاعتبار. انا بمنع، انا بقول لك سير صحيح للاستثمار، انما اوعى تنسى الايه، اوعى تنسى الاعتبار. يبقى فيه ايه لقصد الاعتبار وحده، قل سيروا في الارض فانظر، وقل سيروا في الارض ثم انظروا، كانه اداني اداني حاجه للسير اللي هي الاستثماريه. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، اذا ضاق بك مكان اذهب الى مكان الايه، الى مكان اخر. شوف لي، اذا كنت حتسيح للاستثمار اياك ان تنسى ايضا ايه، اشبع من الاستثمار بس بعدين ايه برضو فكر في الايه، في الاعتبار. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، ودي النظر الاعتباري، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. طب كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ هتشوفوها. وليس الأمر اقتصر على هذا النكال الذي حدث لهم في الدنيا، فلو أنكم عرفتم أن فيه نكال ثاني هيجي لهم كانت المسألة بقت أشد وقعا. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الله، جاب مرة فيما يتعلق بالأشرار الكفار، ومرة فيما يتعلق بالمؤمنين. طب عاقبة الذين من قبلهم ده اللي حيشوفها مين؟ الكافرين. طب ولدار الآخرة خير لمين؟ للذين اتقوا. أم قال لك ما هو ده اللي بيسموه احتباس، يبقى ينظروا
كيف كان عاقبة الذين ايه كذبوا، وبرضو هتقابلهم عاقبة الذين ايه ما كذبوش، صدقوا وربنا نصرهم. اولم يروا اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، كل يوم ينقص ارض الكفر وتاخد حتة للايمان، وكل يوم تاخد حتة للايه تاخد حتة للايمان. اذا فمرة يأتي بالعقاب في جانب الراحة ونأخذ المقابل له في الدنيا، ومرة يأتي بالثواب المقيم للمؤمنين ونأخذ المقابل له في وجه الايه الكفار. والى لقاء اخر ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ففي ناحية المجرمين تكلم عن عذاب الدنيا، وكان السياق العقلي السطحي اللي مش من ربنا كان يقول طيب يجيب لهم عذاب الآخرة بقى يبقى شر، ولدار الآخرة شر من عذاب الدنيا، يبقى كان يقول ده العذاب الدنيا يشوفوه وفي الآخرة عذاب شر من هذا العذاب، لكنه لم يقل ذلك، بل جاء وعدل عن هذا إلى المقابل في المؤمنين: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يبقى في عذاب الدنيا جاب للمكذبين، وفي الآخرة جاب نعيم المتقين. أم قال لك لأن إذا جاء في الدنيا بالعذاب للكافرين ثم جاء في الآخرة بالثواب للمتقين، أخذ من هذا المقابل إن غير المتقي هيبقى لفتر، ويؤخذ من الأول إن النصر ما يبقاش هيشوفش على يشوف المنتصرين، يبقى ما حذف من هنا ما يدل عليه هنا ومن هنا ما يدل عليه ايه هنا، عشان تعرفوا كيف يسبق النظم الايه القرآن. حتى اذا استيأس الرسل، حتى اذا استيأس الرسل، كلمة حتى دي تدل على ان في غاية، وما دام في غاية لازم فيه بداية، أسيروا حتى كذا يبقى فيه بداية وصلت إلى مين، وزي ما يقولوا أكلت السمكة حتى إيه رأسه الله، يبقى فيه بداية ولا لا؟ يبقى هنا حتى إذا استيأس الرسل، أين البداية؟ ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، خلاص؟ وما دام أرسلناهم يبقى ظنين إنهم ينصروا، لكن النصر أبطأ حتى استيأس الرسل، لكن النصر ايه ابطا. الابطاء ده له مقصوديه الابتلاء، ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمل المؤمنين مهمه هدايه حركه الحياه في الارض الى ان تقوم الساعه، فيجب الا يطلع بها الا المختبر اختبار دقيق ويمر بمحن كثيرة، فمن صبر على المحن وخرج منها ناجحا فهو أهل لأن يحمله. إنما لما يبعث رسول كده وبعدين يجيب شوية وياه وتنتهي المسألة، لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. يبقى لازم يوجد اختبار يمحص. واحنا عندنا في عرف حركة الحياة عند البشر اذا اهلنا واحدا لمهمة اعلى بنعمل له ايه؟ اللي في الابتدائي وعايزينه بقى سيخلص او خد لحد كده، وبعدين عايزين في الاعدادي واحد يرقى شوية يتملك بعض حركة من حركات الحياة الارقى شوية، وبعدين بالتوجيهية نعمل له اختبار، وبعدين في الكلية نعمل له اختبار، وبعدين في الدراسات الايه؟ في الدراسات العليا. اذا كل ما نكون بنعد واحد لمهمة نوالي اختبارات. ليه؟ حتى لا يذهب الى الموقع الا من اثبت جدارته في انه كفء لان يتحمل ايه؟ القيادة فيما إيه؟ فيما بعد. يبقى المسألة كده كان ربنا يبعث رسول وينصره على طول وتنتهي المسألة. يقول لا، لازم نمحصه عشان ما يبقاش الا مين؟ ما يبقاش الا المخلص اللي ممكن تمام اليقين بأن ما يفوته من الدنيا خير منه عند الله في الآخرة ويسعى إليها كده ركبا. حتى إذا استيأس الرسل، وهل معقول إن الرسل يستيئسوا وظنوا أنهم قد كذبوا؟ فأولا استيأس يعني إيه؟ فيه فرق بين استيأس وبين يأس. يأس يعني قطع الأمل من الشيء، انما استيأس بيلح على قطع الامل. الامل لسه ما انقطعش، انت ليه عمال بتلح ليه على قطع الامل؟ يبقى فيه فرق بين ايه؟ يائسة دي قطع الايه؟ الامل. واللي قطع الامل ده معناه انه ليس له منفذ الى الرجاء. والانسان لا ينقطع منفذه الى الرجاء إلا إن كان مؤمنا بأسبابه معزولة عن مسببه الأعلى. لكن إذا كان ربنا معطي له أسباب ثم انتهت الأسباب وأكدت يعني لم تؤدي إلى نتيجة، نقول أنا وهمني إيه الأسباب؟ لأن لسه ليه الإيه؟ ليه المسبب. ولذلك نقول لا ييأس إيه من روح الله إلا مين؟ الكافرون. وهو روح الله لانه هو مش مؤمن بإله. امال بينتحروا ليه؟ بينتحروا لان اسبابه انتهى، ولا فيش فيه فصيل ايمان يقول لك لا ده انا ليه يا رب يخنق لي النواميس ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا. يبقى المؤمن ايه؟ آوي الى ركن ايه؟ الى ركن شديد. حتى اذا استيأس الرسل، يعني كان الاصول لا مش يائسون، ده حرصهم على عاجلية النصر يخليهم يقولوا ايه متى نصر الله؟ طب وظنوا انهم قد كذبوا. كلمة كذبوا دي الكاف والزاء والباء لها معاني متعددة. كذب ادي واحدة خلاص، كذب عليه ادي التانية، كذب ادي التالتة. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث اشياء. كذب هو ايه يعني كذب؟ قال قولا مخالفا للواقع. لان احنا قلنا لما الواحد بيجي يتكلم قبل ما بيتكلم العاقل بيولد الكلام على ايه؟ على ذهنه. انا عايز اقول كذا هيقوله. اللي ما عندوش عقل تدبيري زي المجنون يقول اللي على كيفه. ولذلك يقول لك فلان بيخطرف، يعني ما بيمررش الكلام ده على ايه؟ لانه لو مرروا على ذهنه كان ذهنه يقول له لا بلاش دي خلاص. يبقى كم فيه نسبة ذهنية قبل ما يتكلم وبعدين يتكلموا بها، تبقى نسبة ايه؟ كلامية. عارف فيه واقع بقى في الخارج عنه، هل الخارج مطابق لما قال ولا مش مطابق؟ فإن كان مطابقا لنسبته الكلامية اللي نشأ عن النسبة الذهنية يبقى ايه؟ صادق. وما كانش مطابق يبقى كذاب. يبقى الكذب هو ايه بقى؟ ألا تطابق النسبة الكلامية النسبة الايه؟ الواقعية الخارجية. تقول ايه؟ محمد مجتهد، ده واقع ولا مش واقع؟ فإن كان واقع يبقى صادق، وما كانش مجتهد وانت بتضللني يبقى كذب. يبقى الكذب هو ايه؟ أن تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع. صدق. والكذب أن لا تتطابق. يبقى في مخالفة. كويس أوي.
كذب في ذاته، يعني قال كلاما لا يطابقه الواقع. طيب قالوا كده متعمد وهو عارف ان الواقع مش كده، ولا قالوا غالبية ظنه زي ما قالوا له بس ما طابقش الواقع؟ ام قال لك اهو ده اللي يبقى افتراء بقى، ان كان عالم ان ده ما حصلش يقول ده حصل يبقى ده افتراء واخد كذب ايه، انما نقل على معتقد واحد قال له كذا وبعد ذلك نقل الايه. ولذلك الدقيق يقول والله فلان اخبرني ان كذا عشان يخرج من ايه. ولذلك يجب ان يفرق العلماء حين يبحثون في قضية الصدق والكذب والنسب ان يفرقوا بين كذب المخبر وكذب الخبر. كذب المخبر وكذب مين؟ الخبر. في فرق بين كذب الخبر في ذاته وكذب الايه؟ كذب المخبر. المخبر اخبر على ما اعتقد هو يبقى ايه؟ يبقى الخبر كاذب، انما المخبر مش كاذب، ولذلك ما نسميش مفتر، ما افتراش. فاذا كان الذي يكذب على واحد يكذب من الغير، كذب نقول له لا انت كذب في دي، يبقى كذب تيجي من مين؟ من المقابل لمين؟ للي كذب. انما كذبه حدثه كذبا، كذبه حدثه ايه؟ كذب. طب تعالى بقى هنا الآية بقى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد إيه؟ كذبوا ولا كذبوا؟ في قراءة كذب وفي قراءة اللي معانا احنا إيه؟ كذبوا. كذبوا يعني إيه؟ يعني حدثهم غيرهم كذبا، ظنوا إن الكلام اللي قال ده كذب، ما هوش إيه؟ ما هوش واقع. طب إزاي دي يظنوها؟ من الذي؟ إزاي؟ قال لك لأن الرسول حين يطلب من قومه الإيمان يقوم يتعلق بإن أدلة صدقه تأتي بالنصر، يقوم تجي له خواطر، هذه الخواطر يخاف للي بيسمعوه يقولوا إيه ده كذب علينا، ده كذب علينا، يقوم يقول متى نصر الله؟ مش علشان هو مش واثق من النصر، بل خايف للي مقابلين يقولوا ايه ده هو كذب ايه كذب ايه كذب علينا. ليه؟ لان كلمة الظن احنا قلنا الظن اخبار بالراجع، وهل الرسل يظنون ان الله كذبهم؟ نقول لا، انما كذبتهم انفسهم هم لانهم ظنوا ان النصر بسرعة، يبقى ساعة ما قالوا ده النصر هيجي بسرعة هم اللي ايه اللي ما حققوش المسألة، وخدوا البطء ده دليل على ان ما فيش نصر، او انهم خافوا على الغير انه ايه انه يكذبوا، وظنوا انهم ايه كذبوا. كذبوا يعني حدثوا بالنصر كذبا، من اما ان يكون من القوم ان الرسل حدثوهم بالنصر كذبا، واما ان يكون الرسل فهموا ان النصر يجي عاجل على طول كده، نقول له لا، اي نفسك كذبتك فيني، لان النصر لابد ان ايه ان ياخذ حدوده، لان الله لا يعجل بعجله العباد حتى تبلغ الامور ما اراد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وشوف بقى النصر لما يجي بعد الزلزلة الشديدة دي يبقى موقعه إيه؟ أم قال لك ده هيبقى موقعه موقعين، موقع الماء من ذي الغلة الصادي، هب إنك جالك كوباية ماء وأنت مش عطشان، موقع الماء منك يعني، مش إنما يجي لك بعد ما تتحرك عطش كده وتقعد مش عارف يا سلام بتاعت ما فيه كوباية. كذلك النصر إذا أبطأ على المؤمنين يبقى لما يجي النصر يبقى له إيه؟ كموقع الماء من ذي الغلة الصادق. وأيضا فإن إبطاء النصر يعطي غرورا للكافرين، والغرور يجعلهم إيه؟ يتمدوا قوي، وبعدين يجي النصر تبقى المسألة شديدة بالنسبة لهم ولا لأ؟ يبقى إذا في تضعيف الفرحة بالنصر وتضعيف الغم على مين؟ على الكافرين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبوا من كذبهم؟ نفسهم، كانوا عايزين النصر عاجل، توهموا أن النصر يبقى عاجل، أو كذبوا من مين؟ من الجماعة التانيين دول، قالوا الجماعة دول كذبوا علينا. فنجي من نشاء،
ما هو جاءهم نصرنا. نعم. وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ما دام النصر يجي يبقى لابد ان توجد هزيمه في المقابل. يبقى نجي من نشاء فانتصر. وبعدين لا يرد بأسنا عن القوم. لا يرد بأسنا. طب ده الهزيمه فيها بأس. قال لك لا ده لسه في بأس. ايه لسه في بأس تاني. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة. في قصصهم السورة موجودة لقصة يوسف. أي إن أردت يوسف وإخوته يبقى في قصصهم. أو المهم قضية في كل قصص الأنبياء. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. يبقى يقولك لقد كان في قصصهم عبرة. أي يوسف إيه؟ ولذلك في أول سورة لقد كان في يوسف إيه؟ وإخوته آية في السائلين. يبقى ملحوظ الاثنين ولا لا؟ اليوسف والإيه؟ والإخوة. هذه في قصصه. أو الرسل كلها كل الرسل وكل نقص عليه. لقد كان في قصصهم أو في قراءة قصصهم يعني يا قصة يا قصص. يا قصة يا إيه؟ يا قصص. اسم أو مفهوم. لقد كان في قصصهم. وقلنا قصص معناه من الحق سبحانه وتعالى ان شيء ما فيش فيه تزايد ولا عملنا كده حته عشان نعمل حبكه قصصيه ولا انحرفنا كده لا من قص الاثر. قص الاثر انهم كانوا يجيبوا قصاص الاثر عشان يشوفوا الاقدام كده ماشيين يتبع الاثر كده لا زاد ولا ايه ولا نقص. لقد كان في قصصهم عبره. احنا قلنا زمان حينما تعرضنا إلى شرح قوله سبحانه إن كنتم للرؤيا تعبرون قلنا العين والبه والرز كله تفيد التعدية من خفي من جلي إلى خفي. تفيد التعدية من إيه؟ طب العبرة اللي ناخدها من القصة دي اللي قدامي علشان تعمل فيها إيه؟ عشان أخد من الجلي دي صورة للخفي ما أعملش زي ما عمل. او ان كانوا كويسين اعمل زي اللي عملوا. يبقى انا عايز انتقل من ايه من حال الى حال بواسطة ايه بواسطة القصة دي. اخذ القصة دي الظالم انتكس اما اخذ منها عبرة. يبقى انا ابني حياتي على ان لا ايه الاصل والمظلوم انتصر. ان انظلمت ما زعلش. يبقى اعبره من واقع الى ايه الى منتظر او من جلي الى خفي. وعبر النهر. طب ما هو اصلا انتقل من الشط ده لمين؟ للشط ايه ليه؟ طيب تعبر الرؤيه. ما هي الرؤيه جايه رمزيه. تبقى انت انتقلت من ايه؟ بتعبرها يعني بتنتقل من ايه؟ الى تشرحها يعني تأولها. يبقى انتقلت من خفي الى ايه؟ الى جلي ولا ما هو انا تعبير الرؤيه يعني ايه؟ اعطائك المطلوب منه. طب انتقلت من خفي الى جلي ولا لا؟ طب والعبره الدمعه حزن مدفون في النفس البشرية دلت عليه الدمعة. يبقى برضو انتقلت من جلي إلى إيه؟ إلى خفي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة قد تمر ولكن لا يلتفت لها إلا العاقل اللي قاعد يمحص الأشياء. إنما اللي بيمر على المسائل مر كرام كده ما يبحث فيها ما ينتفيش في العبرة ولا أي حاجة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أي أصحاب العقول. يسموا الألباب جمع لب. واللب هو جوهر الشيء المطلوب مش القشر. يعني في قشر. القشر معمول عشان يصون مين؟ يصون اللب. يبقى المقصود إيه؟ اللب. طب وسمينا العقل إيه؟ اللب ليه؟ لأنه هو اللي يبدلك إلى جوار الأشياء. ينطر القشور كده ويديك الايه الخير اللي في الايه في الاشياء. لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى. مش قصه عاملينها كده علشان زي ما بينعملوا القصص دلوقتي مثلا حديث كده ويقعد بقى يجيب فيها بقى ويدخل فيها اللي ما حصلش والى اخره. ما كان حديثا يفترى ولكن
تصديق الذي بين يديه. يقال بين يديك يعني سبقك، وخلفك انت تسبقه. اذا كان ناس ماشيين طابور يبقى اللي قدامك اسمه بين ايديك، واللي وراك يبقى اسمه ايه؟ من خلفك. ده اذا نظرنا الى الايه، الى كده. بين يديه يعني السابق له اللي هي ايه؟ الكتب السماوية التانية. يبقى القرآن جاي ليصدق ايه؟ الذي بين، تصديق الذي بين يديه. مش بين يديه هي اللي بتصدق القرآن، لا، هذا القرآن هو المهيمن. القرآن هو الايه؟ هو المهيمن، ومهيمنا عليه. مش قايل كده في القرآن؟ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، اي من الكتب الايه؟ السابقة، وتفصيل كل شيء. بقى بيصدق الكتب اللي سبقته ويفصل كل شيء. التفصيل معناه ايه؟ اعطاء كل جزئية من الامر حكمها في جزئية. تفصيل، مش كلام مجمل كده، لا، بالتفصيل. دي حتى احنا بناخدها في اعرافنا عنه، يقول لك ده فلان اشترى بدلة، تفصيل. تفصيل يعني ايه؟ يعني متاخد على ايه؟ على المقاس بتاعه، مش جاهز وبعدين نقيف ايه؟ لا، هي ايه؟ تفصيل. يبقى محكمة احكام ان كل حاجة ايه؟ على قدي. تفصيل في العقيدة، لان مثلا العقيدة الناس بتعتقد ان ايه؟ ناس يعتقد ان ما فيش اله مثلا، وناس يعتقد، يقول لك يا شباب ما فيش اله، ده الهة متعددة. بقى من ما فيش اله لالهة متعددة بقى يعني كلام مش، طب ما فيش اله ليه ينتمي ازاي؟ طب كنت يعني توسطوا بقى، كله في اله بس واحد، مش كده معناها؟ لكن واحد يقول ما فيش اله، والمقابل يقول لك ايه؟ الهه متعدده. الله، طيب الهه متعدده ليه؟ قال لك يا اخي لان الحاجات اللي اتعملت في الكون دي اكبر من ان يقدر عليها واحد. ده عايزه اله للسماء، واله للارض، واله للحيوان، واله للنبات، واله مش عارف كل حاجه دي. وده معقول ان يبقى؟ نقول له طيب يا اخي الاله اللي هيبقى لي يبقى عاجز في الناحيه الثانيه ولا مش عاجز؟ يبقى عاجز، يبقى اله وعاجز كده وشايف اله، يبقى لازم يتكتفوا يا بعض، يعني تبقى مش الوهيه دي. طب نسمع كلام مين بقى ان شاء الله؟ نلتفت لمين؟ ولذلك هناك ربنا يضرب لنا المثل ايه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. يا ريت الشركاء متفقين، ده الشركاء مختلفين. عبد مملوك لشويه شركاء، والشركاء بينهم نزاع، ده يقول له اقعد ويقول له تعالى، وده يقول له اقعد ويقول له الكل. ايه الخيله دي؟ ضرب الله رجلا مثلا فيه ايه؟ شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. هو ده بيتلقى اوامره منه، ولا هو لوحده. يبقى نقول له مرتاح، يبقى سلما لايه؟ للرجل. قال لهم يا ناس اللي ما بتقولش فيه اله، مش معقول ان الصنعه اللي موجوده في الكون دي تيجي كده، وانتوا الناس اللي بتقولوا ده الالهه متعدده، اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يبقى لازم نبقى تيجي نفصلها كده ونقول لا، هو فيه اله بس اله ايه؟ اله واحد. وبرضه نيجي نفصل لتفصيل في العقائد، تفصيل في الاحكام، كل حاجه يجي لها حكم ايه؟ حكم مفصل على قدها، بحيث ما تقدرش تنقل دي الى ايه؟ الى دي. الايات برضه في تفصيل الكتاب، تفصيل الكتاب دي لها هنا ودي لها ايه؟ لما تيجي تمسك مثلا الايات المتشابهه في القران، تقوم تيجي تقول الله، ما هي ايه واحده، اشمعنى دي كده واشمعنى ده؟ ده اصلها تفصيل، هي مش آية عامة كده واخدة. يقول لك مثلا كيف يكون الحق سارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى إيه؟ مغفرة. وبعدين يقول يسارعون مش إلى الخيرات، يسارعون في الخيرات. مرة يقول إلى، ومرة يقول إيه فيه. يقول لي أصلها تفصيل، هي مش آية كده واحدة كده، ده جاء تفصيل. دي ما يناسبهاش إلا إلى، ودي ما يناسبهاش إلا إيه؟ إلا فيه. ليه؟ لأن يقول سارعوا إلى مغفرة، أنتم خارج المغفرة الآن، والمغفرة هتيجي بعدين، تبقى سارع إليها ولا لا؟ تبقى الغاية لسه، لكن سارع في الخير. أنت دلوقتي في الخير، برضو انتقل إلى إيه؟
كلا خير، يبقى يسارع في الخير، يبقى دل على أنه في خير ونطلب منه أن يزيد في الخير. لكن سارع إلى كذا يبقى أنت ما عندكش ديا، بس تسارع إيه؟ تسارع إيه؟ تسارع إلى كل واحد. إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك لا من عزم الأمور، تقول له مش 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 جاهزة، دي برضو تفصيل، دي تناسب ديا ودي تناسب إيه دي، لأن دي وردت في المصائب لها غريم، وديك وردت في المصائب لا غريمة فيها. افرض إن أنا مريض، من غريمي في مرضي؟ مفيش حد غريمي، خلاص؟ ما دام مفيش غريمي يبقى مفيش خصومة، مفيش لدد، تبقى الصبر مش عايز عزيمة أوي بقى. لكن لما يكون لي غريم، واحد ضربني، واحد قتل ابني، واحد عمل فيا، هيبقى لي غريم قدام ولا لا؟ بيوهجي فيا الشر ولا لا؟ يبقى دي عايز ايه؟ تبقى دي اللي عايزه تتاكد. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر، كان لي غريم، ان ذلك لمن عزم الامور. انما ديك اصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الايه؟ من عزم الامور. ما اكدهاش. ليه ما اكدهاش؟ لان اصل دي ماليش فيها غريم، انما دي اللي فيها غريم عمال يلح على كل ما اشوفه يهيج فيا الشر. يقول لك لا من عزم الايه؟ من الامور. يبقى كل حاجه ايه؟ تفصيل الكتاب، كتاب مفصلت اياته، يعني كل حاجه لها ايه؟ زي ما قلنا زمان، لا تقتلوا اولادكم من املاق، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. وهو يقول لك نحن نرزقهم واياكم، والثانيه نحن نرزقكم. واحد سطح يقول لك مره يقول لي كده، ومره نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم. نقول له ما هي تفصيل، أصلها جاء تفصيل. ليه؟ لأن صدر الآية مختلف. ما تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني فكأن الفقر موجود. طب وإذا كان الفقر موجود، يبقى الإنسان يشتغل برزقه قبل ما يشتغل برزق ابنه، مش كده ولا لا؟ فلما يقول ما دام الفقر موجود، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نبقى نحن نرزقكم، لأن شغلك برزقك قبل شغلك برزق مين؟ اللي يجيلك. لكن اذا خشيت املاق، خايف لا تفتقر، يبقى انت ما انتش فقير دلوقتي، يبقى انت خايف من مين بقى؟ على نفسك ولا على الطارق؟ قال لك نحن نرزقهم هم واياكم. يبقى تفصيل ولا لا؟ وتفصيل كل شيء، كل شيء تحتاجون اليه في امر دنياكم واخرتكم. الشيء اللي فيه يمكن تفصيل كل شيء، الشيء اللي مش عندك. ولذلك ايه؟ واوتيت من كل شيء، بقى هي بالقيس ملكة سبع، اوتيت من كل شيء في الدنيا، اوتيت من كل شيء يمكنه ان يكون لها، اوتيت من كل شيء يمكنه ان يكون ايه؟ يمكنه ان يكون لها. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء، قال لك كل حاجة زي ما قلنا زمان لما سألوا، قالوا طب انت بتقول ان القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، قول لي الكلة الدقيق فيها كم رغيف؟ لازم الرغيف ده كان متفق عليه مفهوم يعني قد كده. فجاب خباز وسأله، قال له اخوان الكلة دي بتعملوا منها كم رغيف؟ اي من المعروف لنا دي؟ قال له كذا. قال له انت بتقول في القرآن؟ قال ايه، هو في القرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أحال كلا على أهل الذكر فيه، يبقى خلاص اداني كل حاجة. نعم. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الهدى معناه الطريق المؤدي إلى الخير. الطريق المؤدي إلى الخير دي هينقسم قسمين. هب أن ناس كانوا بيعملوا شر، يبقى نرجع عنه ونبقى نشفيهم من هذا، ورحمة ما نخليهمش يقعوا في المرض. يبقى إذن فيه ملحظين، فيه دي المنهج القرآن، يجي وقائي ويجي علاج، علاجي لمن وقع في المعصية، ووقائي لمن لا يقع في نقول له ما تقعش. يبقى الرحمة وننزله من القرآن ما هو إيه؟ شفاء. شفاء لمين؟ للمريض اللي عنده ذنوب، يقول له اعمل كذا ويرجع عن الحكاية دي. طب واللي ما عندوش؟ رحمة في أن لا يقع في إيه؟ أن لا يقع في مرض. وهدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون بالإله الواحد الذي خلقك وصنعك ووضع لك قانون صيانتك.
يبقى منطقي انك انت تسمع كلامه ولا لا؟ ده انا اي واحد بيصنع صنعة بشوف الكتالوج اللي هو عامله. كذلك الصنعة اللي صنعها ربنا هو الانسان، الكتالوج اللي عامله هو المنهج. يبقى كل شيء نرده لمين؟ للمنهج الله. فان كنت مؤمنا بالله فخذ الهدى وخذ الايه؟ وخذ الرحمة. نسأل الله ان نعطاه هذا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. احنا طبعا تكلمنا طويلا عن الحروف المبتدأ بها السور في ألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف ميم صاد وحاميم ونون وقاف وصاد، كل ده تكلمنا فيه وقلنا ما فيه الكفاية. ألف لام ميم راء. بس اللي أحب أأكد عليه أنك أنت تعرف أن آيات القرآن كلها مبنية على الوصف مش على الوقف، ولذلك تجي في آخر أي صورة تقوم تجدها مشكولة على أنها موصولة بما بعدها مش على الوقف. فكان المفروض أن ألف نقول ألف لام إيه ميم على الوصف، لكن دي جت على الوصف. ألف لوحدها ألف مبنية على الوصف، لام على الوصف، ميم على الوصف، راء على الوصف. إنما لو على طريقة القرآن في جمله وآياته كل مبني على الوصف كان يقول إيه؟ ألف لام ميم راء. شوف دي اتخلفت على ان المسائل تبقى توقيفيه، هنا تتقري كده وهنا تتقري كده. التزام. الالتزام معناه ايه؟ انك انت تيجي في الشيء والشيء اللي يشبهه تقول لك لا ما هيش يا اخويا ده تفصيل، دي تيجي كده ودي تيجي ايه ودي تيجي كده. ليه؟ علشان يبقى توقيفي. ولا تعال احنا في الف ولام وميم بدأت بها صور، فبنقرا في البقره وفي آل عمران مش كده؟ ونقول ألف لام ميم، أهي هي ألف ولام وميم. وبعدين أبص ألم نشرح لك صدرك، الله. طب ما هي ألف إيه ولام وميم، طب وإيه قلت ألم نشرح لك صدرك ودول قلت ألف لام ميم؟ طب وده عرفها إزاي بقى بالعقل؟ عشان تعرف إن كل سماع اللي تسمعه تقوله، اللي تسمعه ويبقى في اللي زي بعض دول، دي لها وضع ودي لها إيه ودي لها إيه وضع. تلك آيات الكتاب. تلك يعني السورة اللي جاية دي آيات الكتاب، آيات من الكتاب، لأن الكتاب هيشمل من أول بسم الله إلى الحمد لله إلى الناس، يبقى دي إيه آيات. لأن الإضافة عندنا على ثلاث معاني، مرة تأتي الإضافة بمعنى من، مرة تأتي الإضافة بمعنى في، مرة تأتي الإضافة بمعنى إيه الله. نقول له مثلا مال زيد، مال لزيد مش كده؟ ده اذا كان مالك، وقد يكون مختص بس مش مالك. زي ايه؟ اللجام، لجام الفرسي، لجام الفرسي. هو الفرس ملك اللجام؟ لا، ده مختص به. يبقى يا لام الملك يا لام الاختصاص، ادي الاضافه بمعنى ايه؟ معنى الله. كلام اول. مره تكون الاضافه بمعنى من، أردب قمح، يعني أردب لقمح، هو القمح اللي ملك الأردب، ولا أردب من قمح؟ يبقى الإضافة بمعنى إيه؟ من. طيب مكر الليل، مذاكرة المنزل أو مذاكرة المسجد خير من مذاكرة المنزل، مذاكرة في. يبقى الإضافات كلها تأتي بمعنى إيه؟ يا اللام للملك أو الاختصاص، وتأتي بمعنى في، وتأتي بمعنى إيه؟ بمعنى من. آيات الكتاب إضافة إيه؟ تبقى آيات إيه؟ من الكتاب. آيات من الإيه؟ من الكتاب. الكتاب اللي هو إيه؟ الكتاب اللي هو القرآن. ده كلام معقول. إذن أطلق الكتاب ينصرف إلى مين؟ ليه؟ لأنك أنت لما تقول فلان رجل وفلان رجل وفلان رجل وفلان رجل تعد كده، وبعدين تقول فلان الرجل، أكن اللي الرجولة في غيره ليست إيه؟ بحيث إذا أطلق ما تنصرفش إلى مين؟
تقول مثلا فلان ده فلان شاعر وفلان شاعر، لما فلان الشاعر اللي يقال له شاعر بحق، وايه تبقى كلمة الكتاب اذا اطلقت انصرفت ايه في العقائد الى القرآن، والكتاب في النحو ينصرف الى كتاب مين؟ كتاب سيبويه. يقول لك جاء اللي بيقول قواعد النحو لك وجاء وقال في الكتاب، اي في كتاب سيبويه. يبقى اذا الكتاب اسمه قلب علم بالغلبة، علم بالغلبة. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. ما هو قال وتصديق الذي بين يديه، مش قال كده قبل كده؟ والذي أنزل إليك من ربك الحق. ليه؟ اشمعنى؟ أم قال لك لأن الذي يخالف الحق، ما مراده من مخالفة الحق؟ انه يكسب بمخالفة الحق شيء ما كانش له. هو ربنا مش عايز يكسب منكم. يبقى يقول الايه؟ يبقى يقول الحق. والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. كلمة الله ده علم على واجب الوجود مطمورة فيه كل صفات الكمال. ساعة ما تقول الله يعني أكنك قلت القادر الضار النافع السميع البصير المعطي المش الماء، كل دي كل الصفات تيجي في مين؟ زي ما تقول مثلا العالم المشخص زيد، زيد ده ايه؟ قال لك يا اخي ده عالم، تبقى زيد العالم. وغير عالم ده تاجر كمان وبيتاجر وتاجر. طب وايه كمان؟ وبيشعر وشاعر، لا وكاتب كمان. الله. والكاتب ولما يجي في حرب ولا في شكل هيبقى شجاع. تبقى لما تقول زيد جت فيه كل الايه؟ كل الصفات الكماليه اللي تنعرف له. فاذا قلت الله واجب الوجود الله. ولذلك انت كل شيء لا يبدا ببسم الله. بسم الله ليه بيقول بسم الله؟ عشان انت ما سخرتش الاشياء بذاتك، ده بتسخير الله لك. يعني لو ما سخرهاش ما تقدرش عليه، يبقى انت بتدخل عليها لتستخدمها بايه؟ باي حيثيه؟ بحيثيه ان الله ذللها لك فذللناها لك. لو لم يذللها ما تقدرش تستفيد منها. يعني قلنا زمان قصة الجمل اللي البنت الصغيرة تمسكه كده وتنخخه وتمسكه كده تقومه الجمل، وبرغوت يجي للواحد بالليل يقلق عليه حياته. على ايه؟ ما زللوش. ربنا زلل ده ولا زللش ده علشان يبين لي انها مش مشطرتش. فزللناها له فمنها ركبهم ومنها ايه؟ ومنها يأكلون. يبقى اذا لما تيجي تقبل على اي عمل عايز قدرة تقول باسم القادر، بالقادر اللي اداني شوية قدرة. طب وحاجة على مال تقول الغني الله، تقول مثلا البسط الباسط الدار الدار. يبقى كل عمل عايزه قد يكون عايز قدرة وعايز حكمة وعايز غنى، يعني مال تموله. تقوم تقول ايه؟ باسم القادر، باسم الغني، باسم المؤمن، باسم الدار، كل ده تقوله. فقال لك لا، اكتفي وقول بسم الله لأنه جامع لكل صفات الكمال. الله يبقى جامع لصفات الايه؟ اسم الله الايه؟ اللي جامع لكل صفات الكمال. او ذلك بيسموه علم على واجب الايه؟ الوجود. الباقي صفات، انما صفات لا توجد كمالا مطلقا الا فيه، فصارت كالاسم العزيز على اطلاقه الله. انما بتقول فلان عزيز قومه، مش كده ولا لا؟ فلان غني وفلان فقير، انما الغني على اطلاقه الله. يبقى بقت اسمها صفات ايه؟ صارت الى مرتبة الايه؟ الاسماء، لانها اذا اطلقت لا تنصرف الا مين؟ الا اليه. وقلنا اما ان تكون اسماء ذات واما ان تكون اسماء الصفات. اسماء الصفات واسماء الذات تعرف دي ازاي؟ ام قال لك اذا كان الاسم ملوش مقابل يبقى ده صفة ذات العزيز، انما صفة الصفة والفعل المعز لازم يجي لها مقابل هو المزيل. لو معز بس ولا يقدرش يزيل يبقى ما يبقاش اله. لو باسط ولهش قابض يبقى ما ينفعش اله، مش كده؟ لو ضار ولا ينفعش يبقى نافع يبقى ما ينفعش اله.
يبقى فيه صفة ولها ايه مقابلها دي، لان فعلها في الغير، انما عزيز في ذاته ومعز لغيره ومذل لغيره. الله يبقى الجامع لكل صفات الايه الكمال اللي عرفناه، اللي نشأت منه هذه الحياة، وفي أسماء تانية علمها الله لبعض خلقه، وفي أسماء تانية هنعرفها إن شاء الله حين نلقاه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه ناظرة إن شاء الله. الله الذي رفع السماوات، مسكني من العالم العلو على طول، ما جابليش من الأرض الأول، من العالم الإيه العلو. رفع السماوات، كلمة رفع إذا استعملتها استعمال بشري تدل على أن شيئا كان في وضع ثم رفعته عن موضعه إلى أعلى، ورفع أبويه على العرش، أبويه قاعدين كده ورفعهم على العرش على طول، تبقى رفع السماوات. هل كانت السماوات يعني موضوعة كده وبعدين ربنا رفعها؟ لا، رفع السماوات خلقها مرفوعة، خلقها إيه؟ رحمة الله على سيدنا الشيخ عبد الجليل العيسي كان يقول إيه؟ لو قلت سبحان من كبر الفيل، هل الفيل ده كان صغنن كده وربنا كبره ولا خلقه كبيرا؟ طب سبحان من صغر البعوضة، هي كانت كبيرة قوي كده وبعدين ربنا صغره ولا هي خلقها على هذه؟ الله الذي رفع السماوات أي خلقها إيه مرفوعة بغير عمد. الله كأن الرفع دي كان مقتضاه ان يفيها عمد تشيله، يفي حاجة تمسكه من فوق. السماء نبص لها نشوف كده، ونمشي الى امتداد الافق، وده يمشي كده يقول له ما انصدمتش في عمود؟ حدش انصدم في عمود ابدا. الله، والافق ينطبق السماء على الارض كده، يا ما انطبقتش ولا حاجه، انما بصرك انتهى هنا فانطبق، ده يمشي كده وده يمشي كده، اقول يلا ايه نمشي في كل اتجاه، نقوم ما نلاقيش لا عمود ولا اي حاجه. يبقى اذا هي مرئيه هكذا ولا لا؟ يا ترى من غير عمد مرئيه ترونها كذلك، يعني من غير عمد مرئيه، ولا ما فيش عمد خالص؟ احنا بنشوف ما فيش عمد خالص او ما فيش عمد مرئي. ليه؟ ام قال لك لان يمكن حاجه ثانيه، لان احنا قلنا ما دام اترفع شيء اترفع، يبقى ايه؟ يا شيء شايله يا شيء ايه ماسكه. ربنا جاب الجهتين الاثنين، يمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذن من اعلى، يبقى ان كانت من اعلى ممسوكه من اعلى يبقى مش عايزه ايه؟ مش عايزه عمد، مش كده ولا لا؟ يمسكها يعني ايه؟ تضع لها قوانينها الخاصة، قوانينها الخاصة اللي ما نعرفهاش لسه، انما احنا لو جئنا بمسح للدنيا بواسطة الاشياء والاقمار الصناعية اللي بيعملوها وبواسطة السياحات لن نجد عمد. ويتبارى المهندسون الان في ان يكبروا سقوفا بغير عمد، ما يتقدم العلم عايزين يعملوا ايه سقف، ويقعدوا يتفننوا بقى يعملوا عمليه الشد وعمليه المش عارف ايه وعمليه ايه وعمليه كل اهي، واحنا عم نعملها في مساحه لا تتجاوز كم متر، وعمالين ايه متعبين. وبعد ذلك نقول له برضو العمل بس اصلها مش في الدقه في الجوانب. هو انا اقول السقف ملوش عمود؟ طب والجدران بتعمل ايه يا حضره؟ المدرام موجودة يا أخوي، إيه الحكاية بتاعتك دي؟ يبقى رفع السماوات بغير عمد، عمد قالوا فيها اسم جمع، أظن يمر عليكم التعبير ده، اسم جمع، يبقى فيه جمع وفيه اسم إيه؟ اسم جمع، الجمع ما يدل على متعدد أكثر من سنين يعني، هذا الجمع. لكن إن كان من الجموع المعروفة في جموع التكسير، فيه برضه تكسير بالسين وفيه تكثير بالتاء. تكسير بالسين لها معنى وتكثير بالتاء لها معنى، لأن الجمع ما دام أكثر ما يدل على أكثر من سنين، نقول له بتغير صيغة المفرد ولا بتخلي المفرد زي ما هو وتزود علامة للجمع؟
صائم لما بدك معه اقول ايه؟ صائمون. تبقى صائم هي هي ولا لا؟ بس انا جبت علامه مين في الجامع قلتها في الاخر، يا صائمون يا صائمين حسب الموقع الاعرابي، او صائمات. الجمع فضل زي ما هو ولا لا؟ يبقى المفرد سلم في بناء الجمع سلم، المفرد يسموه جمع سالم، جمع سالم لمذكر زي صائمون ولمؤنث صائمات، يبقى ده اسمه جمع ايه؟ سالم. سالم يعني ايه؟ يعني المفرد ما تغيرش، هو صائم واحنا جبنا بس الواو والنون، صائمون صائمات، يبقى اسمه جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم، لان مفرده قد سلم من التغيير على الاول. طب كفل، قلنا اقفال، الله ده المفرد اتبهدل خالص، يبقى لم يسلم بناء المفرد وغيرنا الصيغه. كتاب، مره يظهر بالنقص ومره يظهر بالزياده، كتاب اجمعوا كده يا اخوي كتب نقصت. وكفل أقفال، الله ده زادت، يبقى المفرد اتغير ولا ما اتغيرش؟ يبقى اسمه تكسر، تكسر بالسين المفرد. فإذا كان جمع لحد 10 يبقى جمع قلة، وإن كان أكثر من 10 يبقى جمع كسر بالثاء. يبقى جمع التكسير هو أن صورة المفرد تتغير، وجمع المذكر السالم صورة المفرد هي هي ونزود العلامة بس. التكسير بالسين هيبقى كسمين، يا ترى يدل على قلة إلى 10 من 3 ل10، يبقى ده اسمه جمع إيه؟ قلة. وأن أكثر من 10 يبقى جمع إيه؟ كسر. جموع القلة له أوزانها المعروف، أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال، هي دي جموع القلة، وما بقي اسمها جموع إيه؟ كسرة بالثاء. إيه اللي جابنا دي مثلا؟ وكلمة عمد بقى، أهي عمد جمع عمود وجمع عماد، إنما ليست من الصيغ المعروفة في جمع التكسير، يبقى اسمها اسم جمع، اسم مش جمع، إنما اسم لجمع، اسم مدلوله جمع كقوم ورهط. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
عروس البحر الأحمر.